قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي. في 24 فبراير 1971 أعلن الرئيس هواري بومدين عن قرار تأميم المحروقات واسترجاع السيادة الوطنية على الثروات الباطنية، قرار منح الجزائر الحق في 51% من رأس مال الشركات الفرنسية وتأميم كل الثروات المنجمية الخاصة بحقول الغاز الطبيعي، إلى جانب مراجعة السعر الجبائي المفروض على الشركات الفرنسية بعد مفاوضات طويلة. في سنة 70 أعلننا كذلك، قلنا الفرنسويين ما بغاوش، فنحن نعلن كدولة مستقلة حرة على سعر، قلنا السعر بتاعنا في المستقبل ماهوش دولارين فاصل 0.8 لكن دولارين و85. القرار الذي جاء بعد 9 سنوات من الاستقلال جعل الجزائر نموذجا للبلدان المنتجة الأخرى.